يا سبايا، صباح الخير. أنا رجعت هلأ من السي في اس شارية أغراض قيمتها 250 دولار. 250 دولار يا صبايا سعر الأغراض. دفعت من جيبتي 26 دولار و31 سنت، رجع لي 29 دولار إكسترا باكس. يعني يا صبايا كلهم فري بلاس 3 دولار ماني ميكر، يعني 3 دولار زيادة يا صبايا. هاي بارحين دول لحالهم يا بنات. الليبستيك لحاله هذا ب10.99 سنت، 10.99 سنت، هذا لحاله حقه 14 دولار. هي عنا صبغة وعنا كل اشي باودر. طلعوا يا صبايا مجانا، انا بعتبرها لاني انا بشتري في الاكسترا باكس اوريدي راح استخدمها، زائد 3 دولار لا جيبتي يا صبايا، طبعا لاني طلعت عن 120 بالاغراض. راح اخد على البيوتي كلاب 3 دولار على كل 30، فهيك باخد 12 دولار من البيوتي كلاب وباقي الاغراض رجعوا لي باقي الاكسترا باكس. صباح الخير يا صبايا، يسعد صباحكم. انا اليوم بالسي في اس، اليوم بدي اعملكم ديل كتير حلو على السي في اس الويكلي اد. طبعا بنيجي عند المشين عشان ناخد الاكسترا باكس وناخذ لي سي ار تي. يا صبايا بدي احكي لكم شغله. هلا يا بنات لا تنسوا تشتركوا بالكير باس اللي هي اول مانث فري، بعدين 5 دولار بعطوكي 10 دولار. لا تنسوا تشتركوا فيها البنات الجداد، بتاخدي 10 دولار فري. شغله ثانيه، اذا بدك تلغيها الغيها بعد يومين بعد 3 ايام مو مشكله، المهم تكسبي ال10 دولار يا بنات. ثاني شغله، اعملي اكثر من كارد زي ما قلت لكم على اكثر من اكاونت، بس يا صبايا بتكسبي منها عروض. مثلا كارد بتيجي عروض على المكياج، كارد بتيجي عروض على اللوشينات زي هيك يا صبايا. طلعوا هدول الريورد اللي انا اخذتهم لما قلت لكم عملت عرض الاسبوع الماضي وقلت لكم رح يعملوا لي عروض كتير. هاي 6 3 على العروض كلياتها اللي اخذتها. يا صبايا انا مبارح نزلت لكم فيديو من وين بجيب الكوبونات، موجود بالقناة، شوفوا من وين انا بجيب الكوبونات. عشان يا بنات في الفيديو اللي نزلت لكم اياه مبارح عشان تعرفوا من وين تجيب الكوبونات الفري، الكوبونات كلياتها نزلت لكم اياها. تاني شغلة يا صبايا، انا عملت عروض على الوول مارت عرضين بفيديوهين، تقدروا تجمعوهم مع بعض وتاخدوا كتير اغراض فري، غير انه فري بتاخدوهم بجوز الدولارات بسيطة. المهم انه عملت عرضين مع بعض، تحضروهم وتجيبوا كل العروض اللي عليهم. يا صبايا يلا بدنا نبلش. بنات لا تنسوا اليوم السحب على المسابقة الساعة 9 المساء بتوقيت هيوستن، الساعة 9 المساء السحب على المسابقة ان شاء الله، ولسه معكم فترة للاشتراك، بامكانكم تشتركوا بس ما عليكم الا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك على الفيديوهات وتتركوا لي اي كومنت تحت اي فيديو واضغطوا على الجرس عشان يوصلكم كل جديد بنزل. صبايا اليوم بدي ابلش بميبلين عرض عليها. طبعا يا صبايا زي ما قلت لكم نزلت لكم فيديو من وين انا بجيب الكوبونات، من موقع ميبلين. عندي كوبونين 2 دولار على الاي 2 دولار على الفيس، هدول بخصموا لي 4 دولار. ومعي بالبطاقه تاعت الكارت تاعتي 2 دولار اوف على الكوزماتكس، ومعي 3 اوف 15 يعني هي 5 دولار، ومعي كمان 5 دولار اوف من الاسبوع الماضي، فهيك بصير التوتال عندي 2 2 و2 و3. المسلسل محمد 4 5 9 يعني 14 دولار خصم معي يا صبايا، خصم 14 دولار. لا ننسى انه ميبلين اشتري تنتين تاخدي 5 دولار، فهيك غير ال 14 رح ادفع من الاكسترا باكس، يعني كانه 19 دولار خصم معي يا صبايا. شفتوا كيف بتحسبوها؟ بتحسبوا الكوبونات، بتحسبوا السي ار تي اللي ما الها صوره جنبها، وبتحسبوا كمان انكم رح تدفعوا من الاكسترا باكس. لهيك بقول لكم لا تدفعوا من الاكسترا باكس الا اللي بجيب لكم اكسترا باكس. فتاخذوا حبه من هاي، جاي على بالي اخذ حبه من هاي لاني نفسي اجربه. هذا الشادو حقه 13.99، ما عليه خصم على الاي 2 دولار اوف، بصفي من 13.99 ل 11 دولار. بدي اخذ حبه من هاد. طبعا يا صبايا اللي ما معها الكوبونات كلها بتقدر تشتري اغراض ارخص، بتقدر تشتري الاشي الاسعار الارخص عشان تحصل الديل بطريقه ما يطلع عليها انها تدفع. يعني كثير عندكم اسعار هون،
بتاخدي اشي ارخص. يعني هذا الشادو بتلاقيه بأربعة 39، يعني لو تاخديه مع الليبستيك بيبي ليبستيك مثلا سعره كمان 4.79، او تاخديه مع اشي تاني مع الخصم الخمسة اللي طلع لك من الريد بوكس بتلاقي حالك يا صبية برجع لك خمسة، بتلاقي حالك طالع عليك فري يا صبية. واذا جبتوا هدول الكومنات لا تنسوا انهم بنخصموا من التوتال، فانتوا بتجيبوا اشي اغلى عشان توصلوا بطريقة انكم ما تدفعوا اشي. فانا اخذت من هاد وراح اخذ كمان من هذا، بدي اخذ هذا يا صبايا لاني شريته مرة وبجنن، كان كتير بجنن على الخدود، حقه 8 دولار. هذا للخدود ومعي له خصم على الفيس 2 دولار. فطلع يا صبايا كيف رح احسب لكم اياها. هي صبايا هاي 13، تعال كيف بحسبها، 13.99 زائد الثانية 8 دولار، 7.99 يساوي 21 دولار و98 سنت، ناقص يا صبايا 2 ناقص 4 ناقص 2 دولار كوزمتكس أخذتها الأسبوع هاد، ناقص 3 of 15 طبعا اتجاوزنا 15 فرح ناخد 3، ناقص 5 أخذتها يا صبايا الأسبوع الماضي من الريد ماشين زي ما قلت لكم، صفة 7.98 القطعتين راح أدفع حقهم. طبعا راح أدفع من الإكسترا بوكس اللي معي وراح أخذ 5 دولار يا صبايا، راح أدفع من الإكسترا بوكس زي ما قلت لكم وأخذ 5 دولار، فراح تصفي يعني $1.98 بس أنا راح تطلع علي فري لأني بستخدمهم. لا تنسوا يا صبايا التوتال عنا 21 وشوية، يعني كمان 8 دولار البيوتي كلاب راح تعطيني 3 دولار. هلأ لما أجمع كمان إشي أشتري من المكياج أو اللوشنات راح تعطيني 8، فيا صبايا راح يا صبايا هاي الترانزاكشن الأول عنا، أخذت التنتين، عملت الثلاثة من 15 والخمسة على الميبلين والتنين كوزمتكس والعشرة إكسترا بوكس اللي استخدمتها طلعوا علي $1.98. بس يا صبايا عملت إشي مش عارف كيف هيك صار معي بصراحة، معي قلت لكم 2 2 عند الكاش نسيت أعطيهم للصبية، أنا لو أعطيتها إياهم كان صار التوتال زيرو، نسيت مش عارف كيف هيك نسيت، يا الله محروق دمي. يلا مش مشكلة بس أخذت هاي 5 دولار باك، مش عارف كيف هيك نسيت يا صبايا، حصل خير عشان ما تغلطوا غلطتي. يلا بعملها بطاقة تانية عندي، بعمل هذا الأوفر باخذ هدول الكوبونات. يا صبايا هلأ بدي أعمل عرض على الدوف لأنه معي باي تو جيت تو إكسترا باكس، وغير هيك عنا ديجيتال كوبون رح يطلع للكل على الشامبو. طلعوا يا صبايا هي الصبايا 3 دولار على 2 من الشامبو، يعملوا لها سنت للشامبو. فطلعوا يا صبايا شو عنا، عنا 2 ب7 دولار ومعنا 3 دولار ديجيتال كوبون بصيروا عنا ب4 دولار، ورح يرجع لنا دولارين اكسترا باكس، فبتصفي عنا العلبتين بدولارين، يعني العلبة بدولار. راح اخذ منه 2 شامبو هي الصبايا، راح ادفع من الاكسترا باكس ويرجع لي اكسترا باكس، فراح اخذ كمان، رح اخذ عرض العلكة، رح اخذ 2 من هاي ترايدنت عليها عرض باي 1 جيت 1 50 اوف، يعني بتشتري واحدة والتانية نص السعر، وكمان اذا بتشتري 2 بتاخدي 2 دولار اكسترا بوكس، يعني كأننا بنشتريهم وبيرجع لنا 2 دولار، يعني رح تطلع علينا الحبة ب 19 سنت، رح تطلع علينا الحبة ب 19 سنت، ورح يرجع لنا دولارين لما ناخد التنتين، واحدة والتانية نص السعر، ورح يرجع لنا 2 دولار. فهيك بكملها على الديل اللي أنا معي وممكن أدفع سنتات بسيطة لكل العرض. يلا أعمل العرض على الدوف 2، رح أدفع 4 دولار إكسترا بوكس بس معي أنا 5، بديش الدولار تروح علي، فأخدت 2 من العلكة لأنه واحدة والتانية نص السعر، وإذا بتاخد التنتين بتاخدي 2 دولار إكسترا بوكس، فبتصفي الوحدة عندك ب 19 سنت، دعملهم 2 وأدفع أكم من سنتات بسيطة وأحصل على 2 دولار من هاي، 2 دولار من هاي، 4 وأدفع من الإكسترا بوكس. هي الصبايا الدوف مع العلكة، نعمل فينش أند بي، بستخدم ال 5 دولار، سكان كوبون ناو، وطلع عنا 3 دولار من الدوف، فبيطلع علينا 4 دولار و49 سنت. هي الصبايا الفاتورة، 2 دوف 2 علكة،
دفعت 3 دولار ديجيتال كوبون زي ما قلت لكم، وخمسة اكسترا باكس دفعت $1.49 مع التاكس، طبعا على 4 قطع كأنه 37 سنت للقطعة. شو أخذت؟ دولارين. كتير حلو الديل. يا صبايا العرض الثالث على الكفر جيرل، بشتري قطعتين باخذ 6 دولار، وهلا رجع لي 4 دولار. طبعا الصبايا ذكروني معي كوبونات استخدمها، بديش انسى هذه المره لانه معي كوبونات لازم استخدمها، فبدي ومعي 4 دولار. فيلا نشوف شو بدنا ناخذ، قطعتين رخاص وحلوين بنفس الوقت رجعوا لي اكسترا باكس. شوفي يا صبايا رح اخذ هذا كحل واي لاينر وكل اشي مع بعض، كحل واي لاينر هاد 2، هدول 46 سنت للعيون، ومعي 3 دولار هاي من الكوبونات اللي بشتريها ب15 سنت اخذتها، واخذت كمان واحدة. طبعا حكيت لكم بفيديو اللي بجيب منه الكوبونات من وين بجيبها، وعندي بدي اخذ هذا البلاشر حقب كمان ب46، رح يطلعوا علي 2 ب12.98. بدي اخذ انه لون، بدي اخذ هذا اللون، وعندي عليه كمان خصم على اي اشي فيس برودكت 3 دولار، فبصفوا عندي. طلعوا يا صبايا بصفوا عندي 12.98 ومعي 3 و3 يعني 6 دولار. بنات تذكروني استعملهم لانه بالمابلين قبل شوي ما استعملتهم مش انصدمت بقول ليش الريسيت هيك طلعت الفاتورة، ومعي 4 دولار اكسترا باكس رجعت لي من الدوف والعلكة، فهيك بصفي عندي رح ادفع 2.98. طبعا لما ادفعهم هدول يا صبايا رح يرجع لي 6 دولار، ورح يرجع لي 3 دولار لاني تجاوزت 30 دولار مع الميبلين البيوتي كلاب، رح ترجع لي 3 دولار يعني 9 دولار رح يرجع لي. طبعا انا لما يرجع لي 9 دولار دافعة 2.98 ويرجع لي 9 دولار، اي لايك فري زائد ماني ميكر، لايك فري زائد ماني ميكر يعني كأني دفعت رجع لي، هلا مع اللي دفعتهم رجع لي مصاري، فبتصفي علي كأنه رجع لي 6 دولار و2 سنت ماني لجيبتي، لأني أنا رح اضطر اشتري فيهم كمان مرة، فهاي بهاي السيتويشن رح اعتبرها فري هاي الترانزاكشن وبجنن. يلا اعملها. هاي السياسة باية الفاتورة، 2 طلع ب14 وإشي، 3 دولار 3 دولار الكوبونات اللي معي، 2 اكسترا باكس دفعت 3.33 مع التاكس ورجع لي 6، يعني كأنها في لأنه رجع لي 6 زائد 3 دولار ماني ميكر رجع لي مصاري. يلا هلا خلصت من البطاقة الأولى، بدي استعمل البطاقة الثانية للعروض اللي فيها. بحسبهم يا صبايا 3.99 ضرب 3 باخذ 3 منها، ورح اخذ من معجون لسان كمان 3 يعني نفس السعر 3.99 ضرب 2، وعندنا ديجيتال كوبون برجيكم اياه هيو يا صبايا 6 دولار اذا بتشتري 4 قطع ان كان توث براش ماوث ووش اي اشي معجون اسنان غسول فم فراشي 6 دولار على 4 قطع، فراح يخصم لي. طلعوا شو معي سي ار تي، معي 2 اوف 8 2 اوف 6 ومعي 2 اوف 8، فبدي اضيفهم كلياتهم بصير عندي. طلع كيف بحسبها انا راح يكون عندي التوتال 23 دولار و94 ناقص 6 الديجيتال كوبون ناقص، انا بحسبها انه 5 راح ارجع من هاي، 5 راح ارجع من هاي يعني 10 دولار اكسترا باكس ناقص 2 قلنا من 3 اوف 8 ناقص الثانية شو كانت عندنا يا صبايا 2 اوف 6 طبعا، وغير هيك يا صبايا لا تنسوا هون عنا لازم انا ما حطيت هاد ليش بقولكم 8 و8 16 و6 اي 42 متجاوزة، يعني يا صبايا لما بدكم تحسبوا 3 من 8 و2 من 6 و2 من 8 بدك تحسبي انك تشتري ب8 و6 و8، هذا الاشي لا تنسوا يا صبايا. شغلة تانية لا تنسوا كمان، انا بحاول قد ما اقدر اعتبر اني كأني اول مرة بشرح لكم، 2 بير هاوس هولد لما بدك تعملي هذا العرض بدك تعمليه مرتين مسموح لك، فبطلع لي مرتين اخذ ال5 دولار، انا لا بدي اخذ مرة من هاي وبدي اخذ مرة من هاي، فانا هاي وصلنا هون عندكم زي ما قلت لكم حكينا ناقص 2 بصير 10، وراح ادفع 10 اكسترا باكس عندي ويرجع لي 10 اكسترا باكس بيطلعوا علي 6 قطع ب 94 سنت يا صبايا. تقسيم
هيو يا صبايا 1 دولار اوف ديجيتال كوبون. فالترانزاكشن قلت لكم معي معبى وهي 1 دولار، والسي ار تي معي معبى معبى عليه، هيك بجمعهم كلهم مع بعض وبشوف قديش راح يطلع لي. راح استخدم الاكسترا باس. سكان كوبون ناو تاتش ذا سكان كوبون ناو سكان كوبون ناو تاتش ذا كونتينيو بتن اف فينيشد. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Your total is ترى يا صبايا مع التاكس دولارين 41. يا سلام، هي كل الكوبونات اللي معي يا صبايا، وهيك بيطلع علي عروض بتجنن. رح يرجع لي 10 دولار. هي صبايا الفاتورة عندي الغسول الفم مع الفراشة 3 3. هي الكوبونات اللي معي، دفعت دولارين 41 تاك. صبايا أخذت 10 دولار من الكريست الفراشة مع الهاد. بدي أجي أعمل ديل على الكفر جير لأنه معي كمان كوبونات. أنا لما أجيب الكوبونات بجيب كميات كبيرة منها بصراحة، يعني 3 لأني عندي 3 بطاقات، وكمان لأنها كتير رخيصة ب15 سنت بصراحة بحب أكسب منهم. وانا استعملت الديجيتال كوبون لإلها، فهلا بدي اشوف شو بدي اخذ، اشي على العينين واشي على الوجه، لانه 3 دولار اشي على العينين و3 دولار اشي على الوجه، وبرجع لي 6 دولار ومعي اكسترا باكس. خلينا نشوف شو بدنا نعمل بالديل. يا صبايا رح اخذ شغله على العينين وشغله زي ما قلت لكم على الوجه. فانا رح اخذ هذا الاي لاينر، واحد من هدول حقه 7.49، ورح اخذ هذه الباودر هاي مات للناس اللي بتعرق عندها عند انفها، بيطلع لها هيك زيوت اللي بشرتهم دهنيه كتير حلوه. انا حابه اخذ لي واحده هيها كتير حلوه. شوف 8.29 ناقص 3 كوبون الوجه، و7.59 ناقص 3 كوبون الوجه، زائد انه راح يرجع لي 6 دولار، فراح ادفع 10 دولار اكسترا باكس، بعدين راح يرجع لي 6 دولار، وغير هيك راح تنحسب من البيوتي كلاب وراح تطلع علي توتالي فري. يا صبايا اشي بجنن. يلا نعمل الديل. هيا صبايا شايفين استعملت العشرة دولار اكسترا باكس، التوتال زيرو، ورجع لي 6 دولار اكسترا باكس وانحسبت مع البيوتي كلاب. هيا صبايا الفاتورة عندكم 57.28، استعملت 3 دولار بيبر كوبون، 3 دولار في صبايا عندهم بيكون ديجيتال كوبون 2 2، استعملت ال 10 دولار الاكسترا باكس طبعا لانه سنتات ما فرقت معي عشان قلت خلص ما في تاكس، توتال زيرو. شو رجع لي؟ رجع لي 6 دولار لاني شريت قطعتين، اشي بجنن. وراح تنحسب على البيوتي كلاب، راح يرجع لي لكل ما بوصل 30، ان كان لوشنز ميك اب anything like that راح يحسب لي 30 30 3 دولار، حتى لو ما دفعت. يعني هاي ما دفعت يا صبايا، بس راح تعمل تراكينج، يعني راح تتبع ال 30 دولار. بنات راح اعمل ديل على هاي الصبغه، سعرها 7.99، وعندنا هذا الاسبوع عرض عليها واحده والثانيه مجانا. فانا ما بحتاج الصبغه بصراحه، ما بصبغ شعري، بس انا بحب اعملها للصبايا اللي بحبوا يصبغوا شعرهم وياخذوا صبغه وهيك، يشوفوا شو عندهم ديلز، لانه بدي اشمل اكبر عروض البنات اللي بيستفيدوا منها واللي بحبوها. فعندنا عرض لها لما تعمل سكان زي ما قلت لكم، تدخلوا على الديلز هون، تاخذوا على الباركود. طلعوا يا صبايا عندنا عرض عليها باي 1 جيت 1 بوغو، معناها باي 1 جيت 1 7.99. شغله ثانيه هاي بتعمل تراكينج كمان للبيوتي كلب. شغله ثالثه عندي هون 4 اوف 18 هير كير هير كلر، كل اشي على اشي بيشمل الهير راح اضيفها عندي لما اوصل 18 دولار. فانا هون عندي صح حقها 7.99 بس بتنحسب لي، يعني حتى لو اخذت الثانية مجانا تنحسب اني شريت تنتين، يعني على السعر الاساسي. فانا راح اخذ تنتين من هاي، مش عارف شو اخذ. راح اخذ تنتين وراح يرجع لي 4 دولار اكسترا باكس، يعني راح تطلع التنتين 7.99 وراح يرجع لي 4 دولار. بدي اجمعه مع هذا الديل يا صبايا، استنوا اخذ لي حبتين. راح اعمل هلا كمان على الدوف مع الصبغه عشان اكمل ل 18 دولار. طبعا يا صبايا انتبهوا، عنا 2
لا الشغلتين بتاخديهم بسبعة وبتاخدي 2 دولار اكسترا بوكس، يعني راح تصفي عليك وثلاثة دولار ديجيتال كوبون، بتطلع عندك الحبتين باتنين دولار يا بنات لما يرجع لك الاكسترا بوكس، يعني كأنه الشامبو الواحد مع الكونديشنر كل واحد القطعة بحبة. بس دايما انتبهوا يا صبايا انه هون عندكم excludes derma care and men care، يعني بتكون على هذا العادي التراديشنال الشامبو، بس هاي هون شو هون مكتوب يا صبايا انتبهوا ديرما كير، هذا مش شامل العرض. دائما يا صبايا انتبهوا لهذا الاشي ايش اللي بيكون من جنبه، اكسكلود ديرما كير اند مين كير، دائما انتبهوا يا صبايا. شايفين هذا مش ديرما كير ولا مين كير، هاي ديرما كير. صبايا بنعمل ديل، نعمل سكان، شو راح يعطينا؟ راح يعطينا 4 of 18، عندي منه 2، رح يعطيني الدوف 3 دولار ديجيتال كوبون. طبعا انا ما حطيت هدول يا صبايا، انتبه لهي النقطه. طبعا صبية كل ما بتطلعوا علي بفيديوهاتي بتستفيدوا ممكن شغله زياده، ممكن هيك اخر اشي البنات لما تحضر بتركيز رح تستوعبي كل اشي. يعني هاي صدفه هون بدي اعلمكم شغله، لما يكون عندك 3 من 18 وعندك 4 من 18 دائما ودي الأربعة عشان ينخصم عندك الأربعة مش التلاتة، فأنا ما بعتهم على الكارد عندي عشان ما أخصم 3 من 18، بدي الأربعة من 18، طبعا بخصم واحدة منهم. فهاي النقطة مش كل إشي سنت 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 تبعثي للكارد، لا يا صبايا دايما لما يطلع لك من نفس الكوبون 2 أخصمي ابعتي سنت كارد الإشي الأعلى البرايس لإله. يلا صبايا التوتال عنا للدوف مع الصبغة فينش، رح استخدم الستة ستة الثانية وهي الكوبونات الديجيتال طلعت عنا للدوف، والتانية اخذتها مجانا الصبغة والاكسترا باكس 4 دولار لاني طلعت فوق ال 18، طلعوا علي يا صبايا ب 3 دولار و 70 سنت مع التاكس يا صبايا للاربع شغلات، عن جد اشي بجنن. اكتبوا لي تعليقاتكم. هي يا صبايا ريسيت عندي، طلعوا الصبغة والتانية مجانا، واخد دوف والتانية اخدته كأنه نص السعر، وطبعا مع الكوبونات اللي عندي 3 دولار على دوف 2، الخصم التانية للصبغة مجانا 4 of 18 سي ار تي اللي ما بيكون جنبها كوبون، واستخدمت 6 من الاكسترا بوكس اللي معي، دفعت 3.70 سنت. يا صبايا بدي اعمل كمان عرض من البطاقة الثالثة على مابلين لانه اجاني عليها خصومات معبة، هاتوا افرجيكم شو بدي اعمل. شوفوا يا صبايا شو اجاني على مابلين، عندي 5 دولار اوف من الاسبوع الماضي اللي اجتني، وعندي اجاني كمان 10 اوف 35، هلا بدي اوصل التوتال 35 عشان اخذ هاي ال 10 مع الخمسة اللي فوق، يعني هاي للهاد، هاي الخمسة مش شرط شو تشتري بمبلغ معين لما تيجيكي هذا الكوبون. هلا كوبون باي 1 جيت 1 مابلين، بتشتري اي اشي من مابلين فيس اند ليب كوزمتكس، طلعوا بتعملوا هيك عشان نقرأ فيس وليب، لاحظوا يا بنات على اشي على اشي على الفيس والليب بتاخدي التاني مجانا بوغو، يعني باي 1 جيت 1 صبايا مابلين فيس اند ليب، لاحظوا باي 1 جيت 1 فري. هاي بدي اوصل لل 35 فاخدت هاد ب 10 ب 19، راح اخذ كمان اشي للوجه، بدي اخذ فاونديشن، بدي اخذ هاد الدرجة، وراح اخذ كمان حبة من البلاشر هادي يا صبايا حقه 13.99. شوف التوتال قديش عندي صبايا على المابلين، اخذت 2 من الحمرة عشان اقدر اخذ كل الكوبونات اللي معي، واخذت اخذت يا رب 2 من الحمرة، واخذت الفاونديشن، واخذت شو كمان يا هنا، واخذت البلاشر. المهم فبقول لك الطبق عندنا 2 دولار، كان معي بيبر كوبون ومعي باي 1 جيت 1 فري، خصم لي اللب الثاني الحمر الثانيه، و10 من 35 خصمت عندي، و5 من الاسبوع الماضي، و10 دولار اكسترا باكس استعملتها. التوتال يا صبايا طلعوا اميزنج، مع بعض هدول رح يوصلوا لي رجعوا لي 6 دولار من البيوتي كلاب، وغير هيك مع التاكس التوتال 9.39 سنت، السيفنج 81%، طلعوا اخذت 5 دولار وراح يرجع لي 6 دولار لانهم فوق ال 60 دولار تقريبا مع الاغراض الثانيه، يعني فري فري كلياته فري. يا صبايا هلا العرض على البابو، اللي وصلها باي 1 جيت 1 فري راح تاخذ 2
مجانا. هلا بفرجيكم وبثبت لكم وبطلع لك 3 دولار باك، يعني فري زائد 3 دولار ماني ميكر، برجع لك 3 دولار. والبنات اللي وصل لها باي 2 جيت 1 فري على البابو بتاخذ 4 تخصم 3 وبتدفع حق 1 تقريبا 10 دولار وشوي، وبرجع لها 3 دولار يعني كانه 7 دولار للأربعة. يا صبايا عرض كتير حلو، انا بستغله معي الكوبونين. هسه بدي افرجيكم كيف يا صبايا، لانه الستوري عنده عنده الخصم باي 1 جيت 1 فري، الستوري معاه هذا الخصم عامل للكل، وانت معك بطاقتك باي 1 جيت 1 فري، فواحد فري من الستور واحد فري من الكوبون اللي معك بالكارد. اما لما يكون عندك باي 2 جيت 1 فري بيكون عندك بعطيك باي 1 جيت 1 فري من الستور وباي 1 جيت 1 فري في الستور، الستور بغطي عندك تنتين وانتي بتغطي كوبونك واحد فبتدفعي حق واحد. فانا بدي اعمل على التنين ويلا شوفوا معي. باي 1 جيت 1 فري بيطلع لها 2 مجانا، والبنات اللي توصلها باي 2 جيت 1 فري بيطلع لها 3 مجانا بتدفع حق الرابع، برجع لها 3 دولار، يعني بيطلعوا عليها الاربعه ب 7 دولار يا بنات. فانا بدي افرجيكم الحالتين، عندي على البطاقتين اجاني هذا العرض وهذا العرض، هذا بيطلع 2 مجانا. عندنا هون التنتين طلعنا ب 23 تمام فينيش اند بيع. No. Scan coupon now. No. Touch scan coupon now. No. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. Please wait. هي الصبايا شريت 4. عمل skip and pay. Finish and pay. هي الكوبون هسه بدي استخدم ال10. Scan coupon now. Touch the continue button if finished. الصيدلية خصمت الاثنين وانا اشتغلت من الاكسترا باكس. رح ادفع 45 ويرجع لي 3 دولار. هي صبايا التوتال ورجع لي 3 دولار غير انها مجانا.